لو الحكاية فيها إن فيجو. مساء الخير عليكم، معاكم أي حسني خبيرة التغذية الصحية. هنتكلم النهاردة إزاي الوصفة الحلوة لأحسن فطار أكله أو أحسن سحور، الاثنين هنتكلم عليهم. أولا الفطار لازم يتكون من كذا حاجة. السلطة، طبق السلطة مهم جدا جدا، البروتينات مهمة جدا، الشوربة في الأول مهمة، الحاجات التانية ممكن طبعا هاكلها بس لازم اكل بمقدار معين. يعني ابتدي الفطار بتاعي بشوية مية صغيرين ومش كتير، ما تزوديش عن نص كوباية علشان ما تمليش معدتك، تمرتين اقوم اصلي المغرب بعد كده اجي اشرب الشوربة او اشرب طبق الشوربة لو انا ماليش في التمر واروح اصلي وارجع اكل سمبوسك، حبة سمبوسك يا سلام لو السمبوسك دي معمولة في الفرن او جلاش معمول في الفرن، رقاق من غير سمنه كتير، الحاجات دي كلها لو بسيطه وسعراتها قليله هتبقى ممتازه، هتهيئ المعده انها تستقبل الوجبه الاساسيه بعد كده. الوجبه الاساسيه زي ما قلنا لازم يبقى فيها بروتين، فراخ، لحمه، سمك، بس يكون من غير دهون. بمعنى ان انا ما اكلش الفرخه مثلا بجلدها واقول انا باكل بروتين، لا انا اشيل الجلد. اللحمه نفس الكلام، لازم اشيل الدهون كلها، اختار نوع لحمه، ما ينفعش اكل مثلا كل يوم لحمه، اللحمه مرتين في الاسبوع ماكسيمم، ويفضل ان اللحمه الضاني برده ما اكترش منها عشان فيها دهون زياده عن اللحمه بتاعه البقر، اللحمه البقري، فاخد بالي ان اللحمه تكون دهونها قليله. اللحمه المفرومه لما اجي اكل حاجه فيها لحمه مفرومه اختار لحمه مفرومه حمراء، لان دايما الجزار بيفرم اللحمه بالجلد بالدهون بتاعتها، فاخد اللحمه تكون حمراء علشان ما دخلش في اكلي دهون انا في او شحوم انا في غنى عنها. وبعد كده اهو ما ينفعش ان انا اكل واخد الفاكهه او الحلو بعدها على طول، استنى ساعتين بعد العشاء مثلا واكل الحلو او الفاكهه مع كوبايه شاي مع قهوه واتيفر انا بحب ايه، علشان الدنيا تبقى متظبطه كده وما يحصلش وخم. اجي بقى للسحور. السحور برضو هناكل كربوهيدرات، العيش، ممكن بطاطس في الفرن لو انا مش عايز اكل عيش، مهم اخد مصدر للكربوهيدرات. فهو العيش البلدي افضل حاجه ان انا ممكن اكلها، عيش الشوفان وعيش الشعير، بس اخد بالي من نقطة ان ساعات المحلات بتعمل عيش الشوفان والشعير بيحطوا فيه زيت، فلازم اخد بالي من المكونات المكتوبة على الكيس ان ما يكونش فيه زيوت او سكر مضافين للعيش عشان ما يتعبنيش. العيش معاه فول، البيض المسلوق رائع برضو في السحور وبيشبع جدا، البروتينات اللي فيه بتساعد ان انا اكون شبعانة تاني يوم. الزبادي برضو حاجة ممتازة. الفاكهة والخضار من الحاجات المهمة جدا في الصيام، صدقوني الخيار من الحاجات المهمة قوي في السحور. الخيار فيه فوسفور، فيه كمية مياه كبيرة جدا وبيساعد ان جسمي يحتفظ بالمية، فالخيار من الحاجات لو انا اكلتها على السحور هفضل فترة طويلة مش حاسة بالعطش طول النهار. فدي وصفة سريعة احنا ممكن ناكل ايه سواء في الفطار او في السحور، وان شاء الله يعدي على خير معاك.